ما هي السورة اللي ملقبة بعروس القرآن؟ شي سمع بها من قبل؟ سمع قبقة وأنا أختي سمع قبقة. شي سمع بهذه كاين عندهم كاين صور بزاف عندهم أسماوات منها هذه السورة ملقبة بعروس القرآن. هذه الرحمن. يعطيك الصحة. جبتها. سبحان الله. عروس القرآن هذه ماهيش بعيدة عليا. عروس القرآن هي آية ولا سورة؟ سورة. عروس القرآن هي سورة الكرسي. لا ماشي سورة الكرسي. عروس القرآن اسمها راحت لي. جازت علي هذه ديجا ونسيتها. فاتحة. آية الكرسي. هي سورة. ماشي آية سورة. عروسة القرآن. يا ربي يا عبد الله مش شي الملك شتي ديننا الدين تاعنا وحنا نسينا معليش حنا هذا هو الهدف ديالنا نعاودو نفكروا الناس المعلومات اللي ينساوهم. كاينه صورة هي صورة صغيرة ماشي كبيرة. هي صورة ومعروفة جدا. صورة الفاتحة. صورة البقرة. لا ماشي بقرة. صورة مريم. عروسة القرآن. عروسة سورة الفاتحة. لا ماشي الفاتحة. معليش نعطيك ثلاث احتمالات سورة يوسف أو المائدة أو الرحمن. الرحمن. الإجابة صحيحة.